السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله جايبة لكم، أعتقد إن هي أصغر عميلة يعني ممكن أشتغلها، هي تقريبا عندها 4 سنين. هنتكلم الأول عن حالة الشعر وبعد كده نقول هنستخدم إيه. يعني بحب أتكلم معاكم كأني بفكر بصوت عالي كده الأول. الشعر زي كده، أنا مستغربة اللي وصلوا الحالة زي كده. الشعر ناشف جدا، سيبك من إن الشعر يكون مموج، يعني عادي عادي لو بنوتة صغيرة والشعر يبقى كيرلي طبيعي إن شعرها يبقى كيرلي، لكن الشعر يبقى يعني متشابك في بعضه بالطريقة دي، الشعر كأنه ملزق في بعضه، الشعر ناشف بطريقة وحشة قوي، مقصف بطريقة وحشة قوي. طب لما بتبقى بنت صغيرة زي كده شكل الشعر مش لطيف، مش عايز اقول شكل الشعر سخيف الصراحة، يعني شكله يحزن الصراحة. فطب ده حله ايه؟ طبعا تجيلي ديت انا مش عمري ما افكر لها دي فرد. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل بقى الخلطة الجهنمية دي اللي انتوا شايفينها، اقول لكم هي عبارة عن ايه. فكرت لها في ايه؟ فكرت ان انا عايزة ارطب الشعر على قد ما اقدر، زي لاني قلت لكم الشعر ناشف جدا ومقصف. طيب هستخدم فرد؟ لا انا مش عايزه فرد، مش مقصودش ابدا ان انا افرده، بس عايزه الشعر يتشرب مواد الترميم دي كويس معايا، والشعر بدل ما هو طايح مني يمين وشمال، يعني انا ممكن ارطبه بس الشعرايه طايحه مني يمين وشمال، مش هحس ايه اللي انا عملته، مش هحس في ان في جديد انا عملته في الشعر. طب في الحاله دي بعمل ايه؟ يعني بضحك على الترميم شوية، احط نسبة فرد بسيطة جدا، وطبعا نسبة الفرد اللي انا بحطها دي لا تذكر، انا مش قصدي بيها ان انا افرد الشعر، زي ما قلت لكم ان بس ان الاحماض اللي في نسبة الفرد ديت تدخل لي جوه الشعر وكأنها بتفتح لي الشعراية او بتشد الترميم معاها جوه الشعراية. فانا استخدمت ايه؟ زي ما قلت لكم بقى كده كل الترميمات اللي عندي، بحس ان انا عايزه الشعر يبقى يترطب جامد جدا، نسبه ترطيب يبقى عاليه قوي، ونسبه فرد بسيطه جدا، يعني بالنسبه بقى كده لو هنقول بالميزان، يعني كاني بحط 80% ترميم و20% فرد. المفروض نسبه زي كده هتشتغلي بيها ازاي؟ المفروض ان انت النسبة زي كده تشتغلي بيها عليها من غير شطف، لكن انا زي ما انتوا عارفين انا بحب اشطف للامانة، يعني احسن ليكي، وزي ما بقولك لمكوتك وللعميلة وعلى الشعر وكل حاجة. فانا برضو هشطف الشعر للامانة شطف كامل، انا هسيبها بالظبط ساعة بالظبط، طبعا هدلك الشعر بالمادة كويس وهسيبها ساعة بالظبط، وهشطف الشعر يعني شطف كامل، بحيث ان انا برضو وانا بالمكوة وانا شغال عليها ما تحتاجش معايا مكوة كتير، كل ما الشعر يكون نظيف مش هيحتاج معايا كبس بالمكوة كتير. بعد ما عدت الساعة انا شطفت الشعر زي ما قلت لكم 100%، وطبعا هنشفه 100%، طبعا هوا بارد لان هي اصلا مش هتستحمل حتى الهوا الدافي، يعني هي زي ما قلت لكم صغيرة قوي. هنشف الشعر 100% وهبدأ اكوي. طبعا هتبدأي تكوي مكوة خفيفة برضو جدا، ممكن تعيدي على الشعر على الخصلة مرة واثنين وتلاتة، بس بدل ما الحرارة هادية انت ما تقلقيش، وبدل شطفة الشعر شطف كويس ما تقلقيش. ده شكل الشعر بعد ما نشفته، برضو الشعر مش لطيف ابدا، الشعر متشابك بطريقة يعني رهيبة رهيبة، ان طفلة زي كده يبقى شعرها عامل كده الصراحة. اهم حاجة في الشغل حبيت بس اوريكم اول حاجة درجة الحرارة، ان انا ههدي المكوة معاها جدا جدا واكبس بقى براحتي، هكبس لحد ما احس ان الشعرية ايه هديت معايا شوية، التقصيفة هديت شوية معايا. طبعا الشغل مع البنوتة الصغيرة بيبقى صعب شوية لانك انت بتسايسي فيها،
وعايزه تخلي بالك طبعا من المكوى، ان انت ما مش هتستحمل لسعه مكوى ولا اي حاجه، فانت بتبقي بالراحه قوي معاه. مش باكد على الجذور قوي زي الجلسه يعني العميله الكبيره، لا طبعا ببعد عن الجذور قوي. وبعدين هي المشكله عندها مش في الجذور قوي، المشكله عندها من نص الشعر تقريبا للاطراف، فانا مش هفكر ان انا يعني اقرب لها على الجذور. طبعا وانا شغاله حاسه ان الشعر بدا يلمع معايا، حاسه ان الشعر بدا يطرى معايا شويه. وفكرك تاني ان انا الجلسه دي مش قصدي بيها خالص فرد، قصدي ان انا ارطب الشعر. خلاص انا كده غسلت الشعر بشامبو بالبلسم، هنشف طبعا برضه هوا بارد. انا حاسه طبعا الشعر طبعا اختلف، يعني نقول 80% مثلا، لكن حاسه ان هو برضه في ايدي مش 100%، مش مظبوط 100%، لسه في حاجه ناشفه في ايديا او في الاطراف. ده بعد كده انا كده عملت العمليه الكبيره قوي، بعد كده بقى ممكن اعمل جلسات الترميم اللي هي العلاجية، هتفرق معاها جدا. ده شكل الشعر ما شاء الله، اللهم بارك. شكله الشعر هادي، موجة طبيعية، شعر طفلة مموج موجة طبيعية. بعد كده بقى ممكن مع الاهتمام والعناية يبقى حاجة ايه تانية ان حنين، شاء الله. شعرك كده حلو؟ مبسوطة يعني؟ شعرك بقى يسرح حلو ولا لا؟ بيسرح ازاي؟ من غير ما تكلميه. ما شاء الله، مين عملهولك؟ انتي مبسوطة؟ هتديني بوسة؟ ها؟ ماشي.